شكرا أيمن. للأستاذ أيمن السيد. ومشاهدينا الكرام، بنبدأ أولى حواراتنا في هذا الصباح مع موضوع اقتصادي جديد، وأول كيان اقتصادي يضم أو عملاق يضم سوق السيارات بنوعيها المستعمل والجديد. دي فكرة جديدة بتأتي في إطار الاستعداد لمؤتمر شرم الشيخ، أو قبل أيام من مؤتمر شرم الشيخ الضخم اللي بيهتم بإنشاء مجموعة من المشاريع الاستثمارية الضخمة اللي بتقدر قيمتها بمليارات الدولارات. المشروع ده واحد من هذه المشروعات. أيضا المشروع يعني يمتد ليشمل إنشاء أول نقابة لتجار السيارات في مصر، اللي أصبحت الآن في طور التأسيس. وإحنا في هذا الإطار يسعدنا إحنا نستضيف اثنين من المسؤولين عن هذا المشروع، المستشار أسامة أبو المجد، المستشار القانوني لنقابة تجارة السيارات تحت التأسيس. أهلا بك. صباح الخير. صباح الخير. والأستاذ عماد أحمد عبد المجيد، عضو مجلس نقابة السيارات أو تجار السيارات تحت التأسيس. أهلا بحضرتك أستاذ عماد. صباح الخير. أستاذ عماد، في البداية سؤال، لماذا لم يتم عرض هذا المشروع في مؤتمر شرم الشيخ، وخاصة أن هو فرصة كبيرة جدا لعرض كتير من المشروعات الاستثمارية وبيديها كمان دفعة حتى للتنفيذ؟ هي الفكرة أن مشروعات أو تطوير السيارات أو النقابة دي أول مرة يطار فيها مشروع. بالنسبة لموضوع شرم الشيخ، أن هو موضوع مش على الساحة، يعني أن هو أن تكلفة المشروع تكلفات بمبالغ كبيرة، ولكن ان هو مش واخد الاهتمام او مش واخد الحظ بتاع العربيات يعني. فكان من اهتمام مشروع تطوير شرم الشيخ مش في الأولوية، يعني في تطوير المشروع نفسه، ولكن النهارده التكلفة بتاعت المشروع السيارات بتدخل في حوالي مثلا من 300 مليار لغاية 500 مليار تكلفة العربيات وإنشاءات الاستثمار وقطاع العمالة اللي شغالة فيه، في مبالغ كبيرة جدا يعني. طب حضرتك اديني فكرة عن المشروع بقى، يعني باعتبار انه ده مشروع جديد ومدينة جديدة لتجارة السيارات الجديدة. هو الفكرة ان احنا يعني هو لسه ما خدناش اي موافقات او اي حاجة. الفكرة ان احنا عايزين نخلي مشروع تطوير العربيات يبقى مدينة متكاملة تشمل البنوك وتشمل قطاع العربيات وتشمل كل استثمارات التكوين بتاع المشروع نفسه، عبارة عن أرض مثلا تبقى بعيدة عن القاهرة، عن محافظة القاهرة، ويبقى فيها جميع البنوك وجميع قطاع السيارات، زي مدينة مثلا زي مدينة دبي، الفيراري دبي، تشمل كل تطويرات العربيات بكل المبالغ اللي فيها، بكل تكلفتها، بكل الإيد العاملة، وبإيد على تطوير مثلا المستقبل نفسه، بحيث كل يبقى فيه ايد عامله جديده تشتغل، وفي بنوك وفي قطاع السيارات بمبالغ كبيره جدا يعني. طيب استاذ اسامه، باعتبار حضرتك مستشار قانوني، عايزه اعرف العقوبات اللي واجهتكم في بدايه وضع حتى مسوده لهذه المدينه الجديده. طيب قبل ما اقول لحضرتك العقوبات، بس احب انوه عن شيء بسيط في سؤالك الاول. اول شيء، مؤتمر شرم الشيخ، المؤتمر الاقتصادي ده يخص استقطاب الاستثمار الخارجي ورؤوس الاموال الخارجيه للاستفاده منها، ولكن المشروع اللي احنا بصدده ده استثمار داخلي واقتصاد داخلي، فعشان كده احنا ما ينفعش نطرحه في شرم الشيخ. احنا عندنا مشكله داخليه في اقتصاد داخلي. شرم الشيخ بيستقطب رؤوس اموال، حتى اذا كانت هناك مشكلات داخليه او مشروعات حتى على طاوله، بيستقطب رؤوس اموال اجنبيه، بيجيب مستثمرين من بره، بيقول لهم اتفضلوا احنا بنذلل لكم كل الصعوبات بالقوانين اللي انتم عايزينها بالطريقه اللي انتم عايزينها عشان تجيبوا رؤوس اموالكم، ما تخافوش احنا عايزينكم تستثمروا في مصر. ومشروعكم ده مش محتاج استثمار خارجي، ولكن مشروعنا بس احنا نحل مشاكلنا الداخليه خلاص. احنا بالنسبه لنا ما عندناش مشكله، فاحنا عندنا مشكله داخليه اصلا هتاثر على الاقتصاد الداخلي. كنا بنهتم برفع الاقتصاد بشكل عام بشقيه المحلي والدولي، فاحنا خلينا في الشق المحلي اللي احنا بصدده. طيب حضرتك قول لي الصعوبات بقى الجزئيه الثانيه. احنا مشكلتنا في تجاره السيارات، ودي مشكله بيواجهها جميع تجار السيارات في مصر وجميع المعارض والشركات والوكلاء المحترمين، ان النهارده طول عمر هذه المهنة الشريفة وطول عمر هذه المهنة الذي بيعتمد عليها اقتصاد الدولة بصورة لا تتخيليها، بتدخل في خزائن الدولة مليارات لا تتخيلي حجمها، من جمارك، من ضرائب، من تأمينات، من موظفين يزيدوا عن 100,000 موظف، كل ده في هذه المهنة اللي الدولة مش متنبهة إليها، مش متنبهة إن مجموعة القرارات اللي عمالة تصدر كل يوم والآخر وخصوصا في الآونة الأخيرة هتؤدي إلى كساد هذه التجارة. العديد من التجار اتصلوا بي وقالوا لي إحنا خلاص لو استمر الوضع ده على شهر أقصى شيء، اللي إحنا مش هنقدر نستمر، أنا بدفع يوميا من 15 ل 20 ألف جنيه غرامات،
فانا انا 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 ببيع غرامات للسيارات اللي قدام المحلات قدام المعارض. اه يا فندم انا ما ببيعش ما ببيعش سلعه محرمه او ممنوعه او غير قانونيه، انا ببيع سلعه محترمه داخله البلد بصوره قانونيه ومدفوع كل التزاماتها الماليه والقانونيه، ان كانت مصنعه محليا مدفوع ضرائبها. انا مشتريها بطريقه شرعيه وسليمه، مشتريها من مصادر مظبوطه وبعرضها بطريقه مظبوطه. كل مشكلتي ان انا النهارده لو حضرتك شغاله في نطاق الملابس فمحتاجه تعرضي ملابس، لو شغاله في نطاق الذهب فمحتاجه تعرضي ذهب، شغاله في نطاق السيارات المحلات. لكن المعارض بتبقى دايما واخده اماكن بره المحلات. احنا ضد، بص يا فندم، احنا من اوائل الناس اللي بيقولوا احنا ضد المغالاه في اي شيء، والمغالاه في العرض، والمغالاه فيما يعوق حركه المرور، احنا ضد ده، احنا نفسنا ضد ده. ولكن خلينا نكون منطقيين، لما يكون معرض مرخص، يعني انت اديته تغيير، ده انا ما بتكلمش على المعارض اللي بتجتهد مش مرخصه، انا بتكلم على معرض مرخص اضعف الايمان، عندك حرم قدام منه انه يعرض قدام منه فيما لا يعوق حركه المرور. امال انت النهارده سمحتي انك تاجري الاف الساحات اللي هي اصلا مخصصه للشخص العادي؟ انت في عندك الاف الساحات متابعه للمحافظات كلها، احنا دلوقتي وصلنا 30 محافظه، اعملي جرد كده في كام الف ساحه متاجره. الساحات ديت لو انت بدل ما تاجريها رحت وفرتيها للهدف الاساسي اللي كانت متخصصه ليه والناس ركنت سياراتها فيه، ما كانش النهارده بقى عندك مشكله. انت النهارده بتسمحي بده وبتسمحي بايجار الساحات، احنا عايزين ناجر المكان اللي طيب قدام المعرض فيما لا يعوق طيب الحركه المرور فيما لا يعوق الهدف العام للدوله. استاذ عماد، انتوا ليه ما عملتوش محاوله مع الحكومه في وضع حل وسط؟ لانه طبعا مش هيبقى يعني اعذرني في الكلمه، مش هيبقى عاطل مع باطل، يعني انه الناس صحيح تقدر تاخد مكان في الشارع فيضيق الشارع فالعربيات ما تقدرش تمشي تعوق حركه المرور بشكل معين. احنا بنشوف كتير من المعارض في اماكن حيويه جدا احنا ضد الكلام ده تمام، فانتوا ليه ما حاولتوش تعملوا حل وسط؟ احنا حاولنا نعمل، احنا النهارده يعني كل النهارده يعني موظفين الاحياء بيقول لهم مصدر رزق على المعرض، بينزلوا النهارده بعض موظفين الاحياء بيبقى ليهم مصدر رزق النهارده، يكلبشوا العربيات ويقفلوا العربيات على الطريق. ولكن التجاوزات اللي بتيجي على الطريق مثلا اشغال طريق رصيف، لا احنا مش مسموح باشغال طريق، ولكن في حاجات ما بتعوقش، في معارض بتبقى مرخصه وفي عرض جوه تمام وما بتعوقش الكلام ده خالص، ما بتعوقش حركه المرور ملهاش اي قرار اللي هو محافظ القاهره حضرتك بتتكلم عن الكلبشه اللي هو كلبشه السيارات وتغليمه 1000 جنيه في اليوم طب حضرتك شايف القرار ده ازاي واثره عليكم واثره على تجار السيارات ازاي؟ اثره على تجار السيارات النهارده ان تجار السيارات بتعمل اعلانات في الجرايد الرسميه، بتدفع فلوس عشان تعمل اعلانات عشان تبيع. النهارده يعني يكاد يكون مثلا اغلب المعارض النهارده وقفت موضوع الاعلانات لان ما عندهاش عرض. النهارده انت حضرتك رايح تشتري عربيه لازم تشوف في العرض العربيات اللي بتشتريها، النهارده ما حدش يقدر يوقف عربيات. وفي تجاوزات من معارض السيارات، في تجاوزات ولكن مش التجاوزات اللي يبقى القرار تعسفي. يعني هل ممكن القرار ده يبقى ليه تبعات؟ يعني هل ممكن مثلا يرفع سعر السيارات على المستهلك؟ ما النهارده التبعيات النهارده ان دوت كله ده على حساب المستهلك. النهارده العربيه بتتغرم 1000 جنيه 2000 جنيه في اليوم، 1000 جنيه في اليوم عن كل يوم، العربيه مثلا قعدت يومين مقفوله بتغرم 2000 جنيه، كل ده على عاتق اللي بيشتري العربيه، على المشتري بيتحمل تكلفه. لكن هو مش تسعير العربيه، سوق السيارات معروف الاسعار، يعني ازاي انه يقدر يعمل حاجه ما هو النهارده وان كانت دي غرامه عليه هو شخصيا. ما هي دي غرامه بس الضرر النهارده اصبح على كل تجار العربيات، كل تجار السيارات اصبح عليهم ضرر، فالضرر دوت النهارده كل تجار السيارات واقفين مع بعض ان هم متضررين من القرار دوت، واتحدوا وقفوا، فكل قال لك النهارده اسعار العربيات بتزيد بالاتفاق معاهم لان بيعوضوا الخسائر، لان دي كلها خسائر. وفي ناس لا تمتلك، في ناس بتبقى واخده عربيات امانات ما عندهاش، ما تقدرش تستحمل الغرامات، ما تقدرش تستحمل كل يوم، لان كل يوم متتالي كل يوم غرامات، كل يوم مش غرامه. طب ايه البديل؟ احنا عايزين نلاقي بديل للكلام دوت. البديل طيب تمام. سياده المستشار، الخطوات اللي بداتوا تتخذوها لانشاء مدينه جديده للسيارات، تسمحي لي معلش اتفضل انا بس في جزئيه اثر القرار معلش هي بس انا بضيف شيء بسيط لو تكرمتي. لا ده اثر القرار ده ابعد من ما نتخيل وخطورته ابعد من ما نتخيل. النهارده لو استمر الوضع ده، مش هقول لك مده كبيره بس شهر، انا بقول لحضرتك هيحصل تسريح لاكثر من 100,000 موظف، دول هيزودوا مشكله البطاله اللي اوريدي هي عندنا كبيره. كويس. رقم اثنين، المعارض دي هتقفل. لما المعارض دي هتقفل، المعارض دي بتبيع حاجتين، يا اما سيارات مصنعه محليا يا اما مستورده. طيب السيارات المصنعه محليا اغلبها
صناعة مصرية اللي مصانع فيها أو تجميع مصري اللي مصانع فيها ألاف من العمال برضو. طب أنت النهاردة أوجدتي سلعة ومش عارفة تبيعيها، اللي هيحصل هيأدي لركود، هيأدي لركود وإحنا أصلا مش مستحملين ده. يبقى المصانع هتقف كمان. أنت بتعملي إعلانات بملايين الجنيهات أسبوعيا مش شهريا، الكلام ده هيقف. وشوفي شوفي الإعلانات اللي هتحصل يوم الجمعة والسبت يعني هتتأثر قد إيه. السيارات المستوردة، أنا اتصل علي أحد التجار وقال لي أنا كنت بستورد سيارات، أنا دلوقتي هستورد ليه؟ هدي للتاجر، التاجر مش عارف يبيع، هجيب العربيات تتركن عندي؟ لا أنا توقفت، ده توقف وده توقف وده توقف، ده المنطق بيقول كده. يبقى هم توقفوا عن الاستيراد، المصانع مش تعرف تبيع. النهاردة لما بيكون زي ما تفضل الأستاذ عماد وقال إن ده هيزود السعر، لأن النهاردة هو فاتح عشان يفتح كل البيوت دي ويكسب شيء معقول. طب النهاردة هو بيخسر يوميا من 10-15، والله في تاجر دفع 50,000 جنيه في يوم، لأن الكلبش النهاردة بمنتهى البساطة لو هو كلبش له 5 عربيات وقعدوا 3 أيام دول ب15,000 جنيه. هل طب أنت لو عايز تحد من هذه الظاهرة وعندك مشكلة وعايز تحد منها، أول حاجة المفروض تنذر هذه التجار أو هذه المعارض أو هذه الشركات. رقم 2، حط غرامة منطقية بحيث إن الناس تقدر تتفاعل معاك. اللي عارض عربيات كتير عارف إن في غرامة، هيبدأ ان هو يهدي من العرض ده، لكن انت حاطط غرامة تنهي هذه التجارة من بابها هتتوقف. طيب ده يرجع برضو لنفس السؤال اللي كنت بسأله حضرتك من شوية، انه الاجراءات الفعلية اللي بدأتوا تتخذوها لحل المشكلة، وان كان حلها زي ما حضرتك قلت انه في المدينة الجديدة للسيارات. بدأنا نعملنا جروب على الواتساب بيجمع السادة التجار اللي ما عندهمش مانع للانضمام للنقابة، احنا ما زلنا في طور التأسيس. كويس. رقم 2، احنا النهاردة عملنا استغاثة بالسيد رئيس الجمهورية، احترام والإجلال ليه، وكل انا عارف ان هو عنده حاجات قد كده، وخصوصا احنا على مشارف المؤتمر الاقتصادي. عملنا استغاثة للسيد رئيس مجلس الوزراء، عملنا استغاثة للسيد محافظ القاهرة. كل القصة بمنتهى البساطة يا جماعة، اسمعوا اصوات الناس دي، ربما رؤوس الاموال الكبيرة وشركات السيارات الكبيرة تأثرها هيبقى ضعيف، ولكن دول عندهم بديل لان عندهم رؤوس اموال كبيره. لكن المعارض الصغيره والمعارض المتوسطه الظاهره دي هتقف. انت عارفه دي هتسبب لك مشكله ثانيه، هتسبب لك ارتفاع لا تتخيليه في اسعار السيارات، هتسبب لك بطاله، هتسبب لك ركود. هل احنا نتحمل ده في الوقت الراهن؟ احنا نتحمل ده؟ رقم 2، المشروع بتاع اللي احنا بننادي بيه وبنرجو وبنقول يا جماعه اسمعوا صوتنا، احنا عايزين نعمل زي كل مدن العالم. حضرتك النهارده في الصين في مدينه كامله للملابس، مدينه كامله لصناعه النجف، مدينه كامله لصناعه السيارات، احنا عايزين مدينه للسيارات وليها مقاييس ومعايير. طبعا يعني ما ينفعش حضرتك تختاري لي مدينه تكون بعيده تماما عن القاهره، لان هي القلب والمنبع والمنطقه المركزيه، واكثر تجار متاثرين هم تجار. اختاري منطقه فيها الصحراء ماشي، جنب هليوبلس الجديده، جنب الشروق، جنب العبور، جنب اي منطقه خارج حيز العمران، نعمل مدينه طيب متكامله يتوفر فيها معارض للسيارات. وما تحطش الدوله هدف انها تربح. ليه؟ انت عايزه تنقلي زي ما كان ليك تجربه سابقه انك انت وناجحه جدا انك انت نقلتي التجار بتوع رود الفرج في في, في موضوع الخضار والفاكهه وكانت تجربه رائده ونشيد بيها. طيب اعملوا نفس الموضوع، اعملوا لنا مدينه قريبه. ناخد راي برضو. اتفضلي. طب حضرتك شايف انه في من التجار انجذاب نحو هذه الفكره، فكره انه يكون في نقابه، واذا بداتوا تعملوها هتبداوا تعملوها من امتى، وهي تحت التاسيس هتبدا تفعل عملها من امتى للقضاء على هذه المشكله، وخاصه ان هذه المشكله انيه حاليا دلوقتي. احنا مثلا كان في اجتماع يوم 27 يوم الجمعه اللي فاتت مع اغلب التجار، التجار كلها مرحبه بموضوع النقابه، نبقى في نقيب، في حد يتكلم باسم تجار مصر، لان تجاره السيارات سلعه يعني رؤوس اموالها كبيره جدا، عدد العماله اللي فيها شغالين اعداد كبيره جدا باسرهم، يعني لو 100,000 عامل كل اسرهم، كل واحد ليه اسره، والدته ووالده متزوج يعول اسره. البنوك، قطاع البنوك شغال على شركات السيارات، قطاع يعني تقسيط العربيات بيشغل اموال كبيره للبنوك، اغلب البنوك راس مالها من الكبير، واستيراد العربيات من بره بمبالغ كبيره، فقطاع يعني حاجه من المساهمه في البلد. يعني استاذ عماد انا كنت عايز اعرف من حضرتك بالظبط حجم
حضرتك تتكلم عن تجارة السيارات في مصر. تمام. حجم التجارة ديت وعدد العمالة المباشرة، عدد الأسر المستفيدة منها وعمال عمال تجارة السيارات. يعني النهاردة لو قلنا استثمار مصر من حوالي مثلا 300 مليار ل 500 مليار. لأن كله ده استيراد من بره بالعملة الصعبة، وكل ده تصنيع محلي وشركات كبيرة جدا برؤوس أموال كبيرة، ماركات فارهة في مصر. يعني مصر واخدة تصنيع أكبر عربيتين في مستوى العالم، ماركتين كبار جدا بيتصنعوا هنا في مصر بمبالغ كبيرة. وكل لو قلنا النهاردة أن مثلا 100,000 واحد شغال في قطاع السيارات، الأسر اللي وراهم قد إيه؟ وقطاع السيارات قطاع غني، فالمرتبات أو المكافآت الشهرية مكافآت عالية ومبالغ كبيرة في قطاع العربيات أصلا وقطاع السيارات. فالنهاردة كل التجار محتاجة كلهم متجمعين وكلهم واقفين مع بعض، لأن النهاردة كل واحد تجار العربيات عندها اللي مكفيها. فالنهاردة لو ليه نفسهم إنهم بيتحاربوا، لأن النهاردة أصبح إن هو في عندهم حد بيهددهم كل ما يفتحوا كل يوم، فيش حد حاطط عربيات. النهاردة ما أصبحتش المعارض للعربيات مش باين إنها معارض. طيب الاستغاثة اللي حضرتك أو قدمتوها للحكومة كان إيه صداها؟ لسه لغايه الوقت الصدى ما جاش. الاستغاثه اتقدمت كانت امبارح لسه يوم الثلاث اول امبارح، فلسه لغايه الوقت ما فيش اي صدى ليه، فيش اي حد لعمل اتصالات ولا في اي حاجه لسه لغايه الوقت صدى فيها. طب في اقتراح من قبل بعض تجار السيارات ان هو علشان المشروعات يعني تطوير بعض المشروعات في مقابل ترخيص لشركات السيارات ان هم يدفعوا بعض المبالغ لدعم الحكومه. يعني اخبار الاقتراح ده يا ريت. احنا متمنيين ان يطرح مبالغ على كل شركه عربيات انها عليها مبلغ لتقنين موقفها او ترخيصها او المساهمات او مبالغ. يعني مفيش مانع، مفيش مانع جدا، بالعكس كل التجار ليها المطلب دوت انها تقنن موقفها وانها مستعدة تدفع، لان كل الشركات دي بتدفع ضرائب بمبالغ رهيبة وتأمينات بأرقام كبيرة وترخيص في المرور يعني ومساهمات كبيرة جدا وتأمينات اجتماعية على الموظفين وجمارك العربيات، كل دوت مطروح ولم يطلب اي مبالغ لاي ترخيص ولا اي جهة بتتكلم. واحنا مش لاقيين حل، مش لاقيين بديل. يعني النهارده ايه البديل عن القرار اللي طلع اللي هو بكلبشة العربيات؟ ايه البديل ليه؟ المقابل ليه؟ الناس مش لاقيين حل. طب عايزين حل والناس موافقه عليه. طب استاذ عماد، حضرتك باعتبارك عضو مجلس نقابه تجاره السيارات، شايف ان النقابه ايه اللي هتقدر تعمله في الفتره الجايه؟ يعني ايه المرجو منها؟ النقابه بتتجمع بتتكلم عن مشاكل تجار العربيات. هي اول نقابه نوعيه في هذا المجال. لسه تحت التاسيس، والتجار كلها نقابه مستقله. يعني لسه التجار كلها مجتمع عليها علشان تطرح مشاكلهم. ايه اللي بيصادفهم؟ زي ايه مشاكلهم؟ زي المشاكل، زي مشكلة مثلا بتواجهنا دلوقتي، أول مشكلة اللي بتواجهنا مشكلة اللي هو قرار المحافظ دوت. احنا لسه لغاية دلوقتي مش عارفينه ايه مشاكل تجار مثلا حد بيستورد عربيات من بره، ان يشوفوا ايه الصعوبات اللي بتواجهه في ايه ويقفوا جنبه. مشكلة مثلا ان في شركة مثلا عملت مشكلة مع تاجر، يروح النقابة يحلوا لهم النقابة مع بعض، ان يبقى فيها تأمينات، فيها علاج للأسر تجار العربيات، فيها يعني اي مشكله تواجه اي حد يروح للنقابه، زي اي نقابه، زي نقابه الصحفيين، زي نقابه المحامين، زي نقابه الصيادله، نقابه مستقله خاصه بيهم. يعني مع وجود سياده المستشار اسامه، يعني طبعا المشاكل دي هيبقى ليها وضع قانوني. احنا عندنا حضرتك مشاكل حاليا جوهريه. في فرق كبير قوي ان انا بدفع، اولا الجزء الاول من السؤال، في فرق كبير قوي ان انا بدفع رسوم وان انا بدفع مخالفه. انا عايز ادفع رسوم، عايز اقنن وضعي، عايز ابقى انا قاعد في معرضي مش مهدد كل شويه انه يمارس عليا ضغط ان المعرض ده هيتقفل. في بعض المعارض النهارده بيمارس عليا ضغط انه هيشيلوا لهم المرافق ويشيلوا العدادات، وبداوا بالكلام ده. بعض المعارض النهارده خلاص يعني خدت قرار انها تسرح العماله. خد مشكله في منتهى الخطوره، يعني خلال الاونه الاخيره دي اقل من شهرين طلعت 3 قرارات تبيد هذه التجاره، مشكله اخطر كمان من اللي احنا بصددها. لما يكون النهارده البنك المركزي قرر ان 10,000 جنيه الايداع اليومي بواقع اجمالي 10,000 دولار بواقع الاجمالي خلال الشهر 50,000 دولار، المستورد اللي عايز يستورد 50 عربيه عشان يجمع ثمن ال 50 عربيه، ال 10,000 دولار دول ما جوش ثمن نص عربيه هونداي. عشان يجمع ثمن 50 عربيه محتاج شهور يمكن تصل الى سنه. عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان سعر العربيات هيزيد بصوره لا تتخيلها، وده معناه ان كله هيقلع عن هذه الامور. لما اكون النهارده عشان اجيب صفقه واحده ب 50 عربيه انا محتاج اقعد سنه،
اعملها ازاي. طب هل تعتقد ان الحكومه استاذ المستشار بتنظر الى منظومه الاقتصاد كله كمنظومه اقتصاد متكامل؟ يعني هي اكيد في اعتباراتها كل اللي حضرتك بتقوله دوت، لكن في فرق كبير قوي بان انا بستورد قطعه ملابس ثمنها 100 جنيه او 200 جنيه وفي بستورد قطعه اوريدي ثمنها لا يقل عن 100,000 جنيه. في النهارده شركات الادويه على سبيل المثال بتستورد الماده الخام اقل شيء مثلا الماده الخام بمليون دولار. كويس، اقول النهارده انت اقصى شيء تحطه 50,000 دولار على مدار الشهر ايداع عشان تعرف تستورد، الناس هتموت. النهارده السيارات القطع بطبيعه الوحده المباعه هي سعرها كبير، لو انا النهارده هنتظر عشان بس 50 عربيه يبقى معنى كده ان النهارده السوق مش هيبقى فيه عربيات، هتحصل زياده. ما هي نظريه عرض وطلب، كل ما شحت البضاعه كل ما زاد سعرها. تمام. امبارح بس عربيات الكيا زادت 4,000 جنيه والهونداي زادت. والهونداي زادت والعربيات البرايت ثابت والمرسيدس زادت. ده بسبب هل المستهلك المصري مستحمل الزيادات دي؟ هل مستحمل الكلام ده؟ انا بنادي من هذا المكان ان زي ما حصل ايقاف للفاتوره الضريبيه لمده 3 شهور لحين حل المشكله، انا بنادي كل الجهات المعنيه والمسؤوله بايقاف قرار السيد المحافظ لمده 3 شهور لحين وجود حلول بديله. حتى مدينه السيارات اللي بنطالب بيها ده استراتيجي هياخد وقت، عبال ما الكلام ده يحصل هتكون المعارض كلها قفلت. لازم يكون في حل. وبعدين النهارده بقى في تعسف في استخدام هذا القرار. انا في الاعداد انا اديتهم صوره لعربيه مترخصه بنمر واقفه في الشارع على الرصيف بصوره مظبوطه، كل مشكلتها انها وقفت قدام معرض سيارات الكلبشت. يدخل صاحب السياره يعمل المشكله مع صاحب المعرض، انا ماليش ذنب، كل مشكلته انها واقفه قدام معرض سيارات. يعني انا النهارده ده معرض مرخص، عارفه كل قصته ايه؟ يشيل اللوحه بتاعت المعرض محدش هيكبشه حاجه. هل ده ينفع؟ هل ده عدل؟ طب لو احنا النهارده المساواه في الظلم عدل بمنتهى البساطه، معلش النهارده سوق السيارات اللي موجود يوم الجمعه اللي بيشل مدينه نصر بالكامل، لو سمحتم روحوا كلبشوا كل السيارات اللي واقفه فيه. اعتقد ان مفيش حاجه بتعوق حركه المرور قد هذا السوق. لو انت النهارده توجهت للمعارض بهذه القسوه توجه كل حدود. طب استاذ عماد، هل حضرتك مش شايف انه ممكن يكون في حل الى حد ما يكون بديل مؤقتا بانه اصحاب هذه المعارض يقوموا بتاجير محلات اخرى لعرض هذه السيارات بصوره ما، حتى يعني ده اكيد هيقلل من الخساره حتى ان كانت هناك. هو نفس الكلام، هيأجروا فين او هياخدوا محلات فين؟ هياخدوا محلات داخل محافظه القاهره بالنسبه لتجار العربيات. نفس الكلام اي مكان برضه هياخدوه هيحصل فيه نفس الممارسات، لان هو هيبقى الكيان واحد او الشكل واحد. مثلا في اي مكان. لكن احنا بنطالب، بس الكلام ده هياخد وقت، بنطالب بمدينه زي اي دوله، زي دول الخليج، زي الصين، زي اي دوله بره، عاملين مجمع يشمل كل ما يخص قطاع العربيات او قطاع السيارات، بنوك تشتغل على قطاع السيارات، مطاعم وكافيهات، خدمات، مراكز خدمه، كل حاجه، مدينه متكامله للعربيات. طب استاذ عماد، حضرتك شايف الفتره القادمه ان شاء الله عايزين نظبط ايقاع سوق السيارات، ايه الخطوات اللي ممكن تتخذوها لضبط ايقاع السوق؟ ان يبقى في قرار من يعني قرار يشمل كل تجار العربيات او كل المستوردين عموما، يقعدوا معاهم على يعني طاوله واحده لمناقشه المشاكل اللي بتواجههم ايه، ايه اللي هم شايفين، نوصل لحلول يعني ترضي الطرفين زي ما بيقولوا. ما يبقاش فيها قرار تعسفي ان ما حدش يقدر يستحمل، ما حدش يقدر. كل اصحاب هل ممكن مثلا يبقى في اجتماع مع محافظه القاهره؟ انا اقصد اقول بالخطوات دي ممكن اجتماع مثلا مع محافظه القاهره. طلبنا الكلام دوت عن طريق الشعبه وعن طريق الغرفه التجاريه شعبه السيارات، وقالوا لنا ان احنا نقعد مع محافظه القاهره نشوف المشاكل دي ممكن تتحل ازاي، ويدينا فترات ان احنا نحاول نحل معاهم ونساهم معاهم. وكل الشركات عايزه تدفع رسوم تقنين ليها، يعني اي لم يطلب من اي معرض سيارات او شركه عربيات لا. او اي وكيل تقنين موقف. احنا عايزين ندفع باي رسوم، زي ما احنا بندفع ضرائب بمبالغ كبيره وتامينات بمبالغ كبيره واستيراد بمبالغ كبيره جدا. فالمفروض يهتموا بهذه المهنه ويطوروها، لان فعلا بالفعل بدات هيكون دور لنقابه السيارات، نقابه تجار السيارات دور في ده. هو ده 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 الدور الاساسي اللي بتقوم به نقابه السيارات، ان بتجمعهم بحيث يحضر عن نقابه السيارات 4 5 10 يقعدوا مع محافظه القاهره يشوفوا الحلول ويلزموا بها التجار. تمام. لان التجار مش لاقي حلول او مش لاقي حل تساهم فيه،
فكان الملجأ ليهم ان هم اتحدوا كلهم او اغلب الناس اتحدوا بنسبه كبيره جدا في نقابه تجار السيارات. الدور لو تكرمت الدور الحقيقي اللي ممكن تعمله النقابه وفعلا يكون ايجابي لو تم دعم هذه النقابه من الدوله، ولكن النهارده مش عايزين نعمل زي ما حصل زمان سنه 2006 مدينه للسيارات ولمت مبالغ من 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 من, من اغلب التجار ومبالغ مش بسيطه وما حصلش حاجه والتجار استردوا المبالغ دي بعد فتره زمنيه طويله. النهارده في عمل جاد، عايز اعمل مدينه كلنا هنتكاتف على الكلام ده، ولكن زي ما وضحت لحضرتك المدينه دي حاجه استراتيجي هتاخد وقت، هتاخد مش اقل من 4 أو 5 سنوات هتكون التجاره دي انتهت. احنا عايزين حل حاليا وسريع، حل سريع. مجموعه من الحلول اول حاجه لازم اصواتنا توصل للمسؤولين. رقم 2 لازم ايقاف هذا القرار لان القرار ده هينهي على ده. انا قلت للاستاذ عماد ان يبقى في ميعاد مع محافظه القاهره. احنا طالبنا في الاستغاثه بنقول كل اللي طالبينه حد يسمع اصواتنا. النهارده لازم ايقاف سريع لهذا القرار. الناس بتصرف والله العظيم. بيكلمني واحد اول امبارح قعد قال لي انا 40 موظف، قال لي خلاص انا هغير الشغلانه وهقفل والفلوس اللي انا معايا بستثمرها في السيارات هشتغل بقى في المقاولات، اشتغل في اي حاجه ثانيه. انا عامل زي ما اكون مطارد، كل يوم الصبح يجي الموظفين الاحياء عمالين وبقى مشدات وهو لاخره. احد المعارض الصغيره واخد 5 عربيات عرض قدام معرضه امانات امانات كلها كان بيشيلوا 3 عربيات، فطبعا اتفزع من الغرامه. ده انت الغرامه اللي في الوف الممنوع في اقوى حته بتعمل في القاهره ب 300 جنيه بتوصل ل 100 جنيه، انت 1000 جنيه حلف ان هو مش هيدفع، لان طبعا المبلغ ده هو ما كسبش من العربيه اللي واقفه حتى 500 جنيه ما كسبش. قعد 3 أيام فطبعا عشان حلف فلموا له المبلغ وراحوا يدفعوه 9000 جنيه. وصلوا الخزنه الساعه 12:05 قالوا له اسفين جدا تعالوا بكره. المبلغ بقى 12000 جنيه. تفتكر يستمر ازاي؟ مشى العمال وراح خلاص دفع الغرامه وراح قفل المرض. قيس على ده بقى الاف الامثله اللي هتشوفها صدقني في اقل من شهر. شوف اللي هيحصل في هذه التجاره وشوف. اقول لك على حاجه، الخاسر الحقيقي هو المستهلك النهائي. الخاسر الحقيقي هو المستهلك، لان النهارده دول لان هو زي ما حضرتك هينقلوا رؤوس اموالهم لتجارات اخرى ما فيهاش هذا التعسف. الخاسر الحقيقي شوف النهارده. وبعدين ليه احنا في مصر كده؟ روح حضرتك جرب اشتري عربيه مرسيدس في الكويت، في السعوديه، في الامارات، شوف ثمنها كام. لا تتعدى فيما يعادل بالجنيه المصري 30000 جنيه 40000 جنيه. ما هي بتجيلنا احنا بالجمارك باعلى من كده بكتير. احنا مش معترضين على الجمارك، احنا بندفع الجمارك وبندفع ثمن العربيه مرتين. بندفع كل حاجه ثمنها 4 5 مرات. وكمان مش عارفين نعرض عشان نبيع. المشكله لو حضرتك دخلت معرض سيارات ما لقيتش فيه سيارات هتشتري ايه؟ هتفتكر انك ممكن تخش له اصلا؟ احنا لو سمحت طالبين حاجتين، تقنين الاوضاع واحد، رقم 2 ان النهارده لازم ايقاف سريع لهذا القرار، وثلاثة الجلوس على طاولة المفاوضات يعني مؤقتا. أربعة مهلة، يبقى في مهلة ممكن مهلة مثلا مدة 3 شهور. تنزل لجنة من المحافظة لكل المعارض، مساحة معارضك كذا، ده يسمح ب4 عربيات لا تعوق المرور، واسمح لي بدي أدفع عليهم في الشهر 100 جنيه 200 جنيه أنا مش معترض. الرسوم مش مخالفة، معرضك تحقيق تعريفة معينة يعني. أيوة رسوم معينة. بصي كرسوم مش أنا بدفع كرسوم مش كمخالفة. يبقى أنا النهاردة بدفع زي ما أنت أجرت الساحات، أجر لي الجزء الصغير فيما لا يعوق حركة المرور. والمعارض اللي بتفرش العربيات بصورة مبالغ فيها حضرتك عارفها أكتر مني. المهم يكون الاستخدام دوت شكل المستشار يكون استخدام أمثل. ما هو دي الفكرة، أيوة. إنه لازم تقنين ده. أنا بقول إن النهاردة توقف القرار. أنا النهاردة إيه الغرض من قرارك؟ قرارك إن العملية بقى مبالغ فيها وده بقى يعوق حركة المرور. إحنا معاك إن هي بقى نزل لجنة من المحافظة لكل معرض سيارات تقول والله أنت الحرم اللي قدام منك فيما لا يعوق حركة المرور 4 عربيات، قول له كتر خيرك وادفع عليها رسوم واشكرك جدا. أتمنى إن الموضوع ده والمشكلة دي تتحل. بس عشان ده وقت الاقتصاد بشكرك أستاذ عماد عبد المجيد عضو مجلس نقابة تجار السيارات تحت التأسيس، وست المستشار أسامة أبو المجد المستشار القانوني لنقابة تجار السيارات تحت التأسيس. شكرا لحضرتك. شكرا أستاذ عماد. ونخرج لأخبار الاقتصاد مع شهاب شعلان.